نشرع على بركة الله في ابتداء مراسم توقيع الاتفاقيات. الاتفاقية الأولى مذكرة تفاهم في مجال تبادل خبرات التعاون الدولي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية. من الجانب التونسي السيد سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط، من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، فليتفضلا. الاتفاقية الثانية مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية. من الجانب التونسي السيدة فضيلة الرابحي بن حمزة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، فلتتفضل. الاتفاقية الثالثة مذكرة تفاهم وبرنامجها التنفيذي بين مركز النهوض بالصادرات بالجمهورية التونسية وهيئة تنمية الصادرات بجمهورية مصر العربية. من الجهة التونسية السيدة فضيلة الرابحي بن حمزة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ومن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. الاتفاقية الرابعة مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية. من الجانب التونسي السيد محمود إلياس حمزة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ومن الجانب المصري السيد محمد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فليتفضل. الوثيقة الخامسة اتفاقية إطارية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية.
من الجانب التونسي السيد المنصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومن الجانب المصري الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فليتفضلا. الاتفاقية السادسة، مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال والبريد، من الجانب التونسي السيد نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال، ومن الجانب المصري الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فليتفضلا. الاتفاقية السابعة، مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ بين المعهد الوطني للرصد الجوي بالجمهورية التونسية والهيئة العامة للأرصاد الجوية بجمهورية مصر العربية، من الجانب التونسي السيد ربيع المجيدي وزير النقل، ومن الجانب المصري الأستاذة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، فليتفضلا. الاتفاقية الثامنة، مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك بين الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية في مجال المرأة والأسرة والمسنين، من الجانب التونسي السيدة أمال بالحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ومن الجانب المصري الأستاذة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. الاتفاقية التاسعة، مذكرة تفاهم بين وزارة التجهيز والإسكان بالجمهورية التونسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية في مجال التشييد والبناء، من الجانب التونسي السيدة سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان، ومن الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فليتفضلا.
الاتفاقية العاشرة مذكرة تفاهم بين وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالجمهورية التونسية والهيئة العامة للاستثمار بجمهورية مصر العربية. من الجانب التونسي السيد عبد الباسط غانمي المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، ومن الجانب المصري المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فليتفضل. الاتفاقية الحادية عشرة مذكرة تفاهم لإنشاء وتفعيل نظام تبادل المعلومات بين هيئة السوق المالية بالجمهورية التونسية والهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية. من الجانب التونسي السيد صالح السايل رئيس هيئة سوق المال، ومن الجانب المصري الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فليتفضل. أخيراً التوقيع على محضر اجتماعات الدورة 17 للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة. من الجانب التونسي معالي السيدة نجلة بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية، ومن الجانب المصري دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، فليتفضل. الآن النقطة الصحفية. السيدة الرئيسة والسيد الرئيس، تفضل. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، معالي الأخ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية مصر العربية الشقيقة، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، أجدد الترحيب بأخي معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة وأعضاء الوفد المرافق له
في بلدهم تونس، وأتمنى أن يكونوا قد استمتعوا بالإقامة بيننا أشقاء وضيوفا مبجلين. أتوجه بالشكر إلى أعضاء الوفدين التونسي والمصري اللذين لم يدخروا جهدا خلال فترة الإعداد لهذه الدورة، وكذلك طيلة أيام انعقادها من أجل إنجاحها، كما أعرب عن عميق ارتياحنا للأجواء الصادقة والإيجابية التي دارت فيها أشغال الدورة 17 للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية المنعقدة يومي 12 و13 ماي 2022، والتي سبقتها اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين والوزراء من 9 إلى 11 ماي 2022. أثمن النتائج الصادرة عن الملتقى الاقتصادي التونسي المصري الذي سعدت بالإشراف عليه مع أخي الدكتور مصطفى مدبولي، وأؤكد على دور القطاع الخاص في تعزيز مسيرة التعاون الثنائي وخلق شراكات بين أصحاب الأعمال في البلدين واتجاه نحو الأسواق الواحدة في فضاءات الانتماء المشترك، وخاصة نحو أفريقيا. وتطرقنا للعلاقات الثنائية المتميزة بين تونس والشقيقة مصر، وما تشهده من نقلة نوعية بعد الزيارة الرسمية التي أداها سيادة رئيس الجمهورية إلى قيس سعيد إلى مصر في أفريل 2021، والتي أعطت العلاقات الثنائية زخماً إيجابياً ونقلة نوعية أعادتها إلى مكانتها الطبيعية، وأكدت بالمناسبة حرص تونس على مزيد الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أرفع تتناسب مع ما يتوفر للبلدين من إمكانيات هائلة في كافة المجالات. كما اتفقنا على أهمية استعادة نسق آليات التعاون والإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة والتي تأجلت نتيجة الوضع الوبائي العالمي ومن جرى عنه من تراجع لنسق الزيارات وتبادل الوفود بين البلدين. أود بهذه المناسبة أن أجدد شكر بلادي وتقديرها لموقف مصر وقيادتها المتضامن مع بلادنا ولما وفرته من دعم ومساندة لمعاضدة جهودنا في التصدي لجائحة كوفيد 19. نسجل ارتياحنا لمستوى التنسيق والتشاور بين تونس ومصر والاتصالات المتواصلة بين قيادتي البلدين، وتطلع إلى مزيد تعزيزه والدفع نحو استعادة نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى وزيارات كبار المسؤولين، لا سيما في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية والتحديات المشتركة الماثلة أمام البلدين. اسمحوا لي أن أستعرض الآن ما تم التوصل إليه من مخرجات وقرارات منبثقة عن الاجتماعات التحضيرية على المستويين الوزاري وكبار كبار المسؤولين، والتي تم خلالها اعتماد الصيغة النهائية لمحضر اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وكذلك الاتفاق على التوقيع على الوثائق القانونية وعددها 11، وشملت مجالات التعاون الدولي والاستثمار والصادرات والاشتراك في المعارض والأسواق الدولية والرقابة المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والتشييد والبناء والأرصاد الجوية والمناخ وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والبريد والمرأة والأسرة والمسنين.
نتطلع إلى أن يكون هذا الاستحقاق مناسبة لمزيد دفع وتعزيز مجالات التعاون والارتقاء به إلى مستوى الإمكانيات الهائلة المتوفرة في بلدينا، حتى تبلغ علاقات التعاون مرتبة الشراكة والتكامل. وفي هذا الإطار تنزلت اللقاءات الثنائية إلى الالتماس بين السادة والسيدات الوزراء من البلدين، والتي تم التأكيد فيها على أهمية دفع علاقات التعاون الثنائي في المجالات الراجعة إليهم بالنظر. أود الإشادة بالحركية الثقافية ونسق تبادل الزيارات في المجال الثقافي بمناسبة السنة الثقافية التونسية المصرية سنة 2021-2022، والتي شهدت زخماً ثقافياً في كل مجال الأبداع والثقافة تلة السنة، بما يقيم الدليل على أهمية الموروث الحضاري والثقافي المشترك للبلدين والشعبين الشقيقين. وجددنا الحرص المشترك على المحافظة على استمرارية هذا النسق في التبادل الثقافي في السنوات القادمة، وإن شاء الله سيكون السنة المقدمة 2022-2023 سنة التعاون والتبادل الاقتصادي الجدي. أكدنا خلال مباحثاتنا مع الجانب المصري على أهمية السوق المصرية بالنسبة لبلادنا، وجددنا حرصنا المشترك على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض التبادل التجاري بين بلدينا وتعيق انسيابية دخول السلع والمنتجات لأسواقها، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويحفظ مصالح المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين. أكدنا كذلك على أهمية الدور الذي يطلع به القطاع الخاص في المجال الاقتصادي والاستثماري، والذي نعول على أن يكون قاطرة دفع باتجاه تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وخلق مواطن شغل في البلدين من خلال توسيع وتنويع مجالات التعاون والانفتاح على قطاعات واعدة ومستقبلية. تم التأكيد خلال المباحثات على أن الظرف العالمي الراهن والأزمات التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية والتحديات المشتركة الماثلة أمام البلدين بتأمين وارداتهما من الحبوب ومشتقاته تستوجب العمل سويا للاستفادة من الخبرات في كل البلدين، سواء في استكشاف الأسواق الجديدة وكذلك في عمليات تخزين هذه المنتوجات للمحافظة على أمننا الغذائي. سجلنا بارتياح تطابق وتقارب وجهات النظر البلدين بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدنا على أهمية تعزيز سنة التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى، بما يساهم في مزيد تنسيق المواقف بشأنها. شكراً على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الأخت العزيزة السيدة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، أصحاب المعالي والسعادة وزراء الحكومتين التونسية والمصرية، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي طبعا في إطار كلمتي ومداخلتي أن لا أكرر كل التفاصيل لأختي الكريمة أثارتها في كل تفاصيل ومحتويات هذه الزيارة اللي بعتبرها زيارة تاريخية لي على المستوى الشخصي، ونقطة انطلاق لتعميق وزيادة العلاقات بين بلدينا الشقيقين في كافة المجالات.
واسمحوا لي في البداية أن يعني النهاردة أن أنا شرفت على المستوى الشخصي بلقاء فخامة السيد الرئيس قيس سعيد، ونقلت لفخامته تحيات شقيقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى تونس قيادة وحكومة وشعبا، ودعم مصر الكامل للقيادة التونسية وتأييد جهدها وخطواتها للعبور بالبلاد إلى الاستقرار والرخاء، وكذلك دعم مصر الكامل لكل المؤسسات التونسية وثقتها الكاملة في قدرة الدولة بقيادة السيد الرئيس قيس سعيد على تحقيق أمال وتطلعات الشعب التونسي الشقيق. والحقيقة أن العلاقة ما بين تونس ومصر في هذه المرحلة بتشهد نقلة نوعية كبيرة جدا، ويمكن كان بدايتها منذ الزيارة التاريخية لفخامة السيد الرئيس قيس سعيد للقاهرة في إبريل عام 21، وما تحقق على أثرها من تعزيز مستوى التشاور والتنسيق، والذي نتج عنه انعقاد الدورة 17 للجنة المشتركة بين بلدينا في تونس الشقيقة. والحقيقة أن يعني كان هناك فرصة للمحاورات والنقاشات مع شقيقتي دولة الرئيسة، وطبعا يعني كانت لدي أيضا الفرصة لكي أثني على الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي تمت في إطار عام الثقافة المصرية التونسية المشتركة عام 2021-2022، أخذا في الاعتبار طبعا مردودها الإيجابي في إبراز القواسم المشتركة وتعزيز الروابط بين شعبينا، علما بأن العلاقات الثقافية بين البلدين علاقات ممتدة ولن يتم اختزال أنشطتها أو فعاليتها أو قصرها العزل على هذا العام فقط، وبالتالي هذه العلاقات إن شاء الله هتستمر حتى ما بعد هذا العام. ولكن على الصعيد الاقتصادي فقد اتفقنا سويا على أن يكون عام 22-23 هو عام التعاون الاقتصادي المصري التونسي بكل ما يتضمن ذلك من أنشطة ومشروعات تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين بلدينا، كما ستوفر دورية عقد منتدى التعاون الاقتصادي المشترك بين رجال الأعمال من البلدين آلية فعالة للتوافق على مجالات التعاون المختلفة وإزالة أي معوقات تؤثر على حركة التجارة والاستثمار. ويمكن امبارح أو أمس توافقنا على عدد من الخطوات الفورية اللي سيتم اتخاذها في خلال الأيام القليلة القادمة، وكذلك دعونا إلى تطوير التعاون في مجالات النقل متعدد الوسائط واللوجستيات ومشاركة القطاع الخاص معنا في تدشين خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس من أجل تيسير حركة التجارة ونقل السلع والبضائع. والحقيقة أن يعني اللي شهدناه في وجود حضراتكم بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم للتعاون في مجالات مهمة مثل التعليم والإسكان والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار والرقابة المالية، كل هذه المذكرات سأتابع بنفسي مع شقيقتي دولة الرئيسة تفعيلها وتنفيذها على الأرض إن شاء الله في الفترة القادمة، وتوافقنا على آلية للمتابعة لضمان تنفيذ وترجمة كل هذه الوثائق إلى خطوات تنفيذية بخارطة طريق محددة. فيما يخص القضايا الإقليمية فالحقيقة تناولنا معا تطورات القضية الفلسطينية والتزمنا الراسخ معا تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفيما يخص شأن الليبي فهناك أيضا جددنا دعم بلدينا للمبدأ الثابت بأن الحوار الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية هو السبيل الوحيد للحل، وصولا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن معا. والحقيقة في هذا الإطار هناك موقف قوي لمصر في هذا الشأن يقضي بضرورة احترام اطلاع مؤسسات الليبية بمسؤوليتها وتوحيد المؤسسة العسكرية وتفكيك الميليشيات، وأيضاً العمل على قمنا باستضافة لجنة المسار الدستوري وصولاً إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا، وشددنا معاً على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين. وفيما يتعلق بملف سد الأثيوبي سد النهضة فقد أكدت على تقدير مصر الكامل لموقف تونس المبدئي والثابت
والذي أعلنه فخامة الرئيس قيس سعيد بخصوص هذا الملف، والداعم لمصر وللأمن المائي في مصر باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، والحث على الالتزام بالتعهدات بمقتضى القانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015. وقد استعرضت أيضا مع فخامة الرئيس وأيضا دولة الرئيسة الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر 22، والجهود التي تبذلها الرئاسة المصرية للمؤتمر للخروج بنتائج تساهم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ وتأخذ في اعتبارها أولويات كافة الأطراف. ويمكن الحقيقة هناك توافق في ملف التعاون في الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات مثل الهيدروجين الأخضر اللي لدينا فرص هائلة في بلدينا للانطلاق فيها. وأخيرا على صعيد التحضيرات التونسية لاستضافة عدد من الفعاليات الهامة، فقد أعربت عن دعمنا الكامل لجهود تونس لإنجاح الدورة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية تيكاد 8 المقرر عقدها بتونس في أغسطس القادم، وكذلك مساندتنا لتونس الشقيقة لإنجاح الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية المقرر عقدها في نوفمبر 22. ختاما دولة رئيسة، مرة أخرى أشكر دولتك لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، وتمنياتي مرة أخرى لتونس بدوام الاستقرار والتقدم والرخاء. شكرا لحضراتكم.